نقول كلمة. الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله قال لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله ما قلهاش، لأنه يعني فرنسا جايه من عند فرنسا. أنا نقول لك والله العظيم لو يصدر صندوق النقد الدولي تقريرا ساهم فيه كبار الخبراء وكبار العلماء يقول بأن الجزائر لديها اقتصاد مستقر وكذا، أقسم بالله لن أصدقهم، لأنني أعتقد يقينا أن من أسباب أزمتنا الاقتصادية المستمرة وأزمتنا الأمنية التي عشناها وأسأل الله العظيم أن لا يردنا لها هو صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي ما دخل بلدا إلا خربه من الدول العالم الثالث المتخلف، ليس هنالك دولة دخلها وتركها. حسب رأيك الاقتصاد الجزائري غير مستقر؟ والله يا أختي ليلى يا كرامة نشوفه. الوزير الأول يصرح بتصريح في اليوم الموالي، آثار تصريحه تجدينها على 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 السكوار. اقتصاد يرتكز على السكوار، هذا اقتصاد، اقتصاد يرتكز على على سوق موازي يتحكم في 50 مليار دولار، هذا اقتصاد، اقتصاد لديه إمكانات زراعية وفلاحية وخيرات. أقسم بالله العلي العظيم إن لدي معلومات تبين بأن الجزائر من أغنى دول العالم بما تملكه، بما تملكه من المواد النادرة، من المواد النادرة التي تتجمع في باطن الأرض. إن لدينا يعني نوعا من هذه المواد اكتشف عن طريق المسح الجوي من دول أخرى ليس منا نحن، نملك 56 ألف مليار دولار من تلك المادة الغالية في العالم. ما هي هذه المادة؟ سنقولها في حصة لاحقة. يعني ما الحكومة ما تعرفش هذه المادة؟ والله العظيم والله العظيم يعرفون كل شيء ولكنهم يريدوننا أن نبقى أو نعطي صورة للعالم وكأنها باش نطلعوا شوية المعنويات للشعب الجزائري. وشنو هذه المادة؟ إن لدينا نعطيك منتوج آخر، ما نهدرش على هذا المنتوج، نعطيك منتوج آخر. يعتقد العالم بأن الفوسفات هو ملكية مغربية، يعني من أكبر الدول المنتجة للفوسفات المغرب. هذا خطأ. من أكبر الدول التي فيها كميات معتبرة من الفوسفات الجزائر. كيفاش ما قدروش ويمكننا أن نصدر ما لا يقل عن 78 مليار دولار خارج المحروقات. طيب علاش ما يستغلوش هذا المال؟ واش نقول لك؟ مكسرين اليدين. الله غالب. ننتظر الآخر يأتي إلى الجزائر من أجل أن يستخرج ثرواتنا. تخيلي أنه لديك احتياط عالمي للماء يكفي العالم 4 قرون. الحروب التي ستأتي حروب الماء أختي ليلى، ما يحاط حولنا، ما يحاط حولنا من حروب ومن محاولة إغلاق على على الحدود الجزائرية بشكل أو بآخر. طيب وش هذه المادة؟ قل لي هذه المادة اللي هي، اشرح لنا. هي مادة غالية جدا تحتاجها الصناعة العالمية، لدينا من أكبر المخزونات في العالم. أين أين؟ الصحراء الجزائرية. قلتها دبرها. الصحراء الجزائرية. وهذه المعلومات منين جبتها؟ من الدنمارك. وهنا يعرفوا ولا يعرف هؤلاء القوم، لا أدري إذا كان يعرفون أم لا يعرفون. المشكلة الأدهى والأمر، لو كان يعرفوا هذه المصيبة الأعظم. إذا ما يعرفوش لا يعذر الجاهل بجهله، لأنهم قادة الأمة يفترض أن يعرفوا كل شيء. طيب هذه معلومات في هذا البلاطو تكلمنا عن إمكاناتنا الفلاحية، ضحكوا علينا قال لك أنتم كيف هذا راهو سكران ولا يتكلم على معلومات. نحن أنا لا أتكلم بمعلومة إلا إذا حصلت عليها بشكل علمي دقيق. وأنا أشهد لك بذلك على كل حال. هذا موضوع ربما حنتناوله في، وسآتيك بمن يملك كل هذه المعلومات إن شاء الله. شكرا لك. نكملوا مازال العلامات تاع مازال تتعجب من تعجبوا شويه الموالي. جناح الجزائر خالي على عروشه في معرض الشارقه الدولي للكتاب. احنا عندنا عدد كبير من الكتاب ومن الروائيين من الادباء وما يظهر فقط. خلينا نشوفوا الكاتب عبد الرزاق بوكبه الزميل الاعلامي والكاتب